alors la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. C'est un véritable massacre. يحظى فيلم هيليوبوليس لمخرجه الجزائري جعفر قاسم بمشاركة قوية في المحافل الدولية، لا سيما مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية من 6 إلى 15 ديسمبر من الشهر القادم. تدور أحداث الفيلم الروائي هيليوبوليس الذي سيمثل الجزائر في المحافل الدولية على غرار مهرجان البحر الأحمر وجائزة الأوسكار لسنة 2022. يعرض لأول مرة في إفريقيا المقتبس عن أحداث واقعية حول شخصية زيناتي أحد ملاك أراضي ببلدة هيليوبوليس بولاية جلما شرق الجزائر وابن قايد الذي تأثر بالأفكار الإدماجية. غير أن ابن زيناتي الطالب الشاب يتمنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر. بدي ملهاش نزيد شوفه معك. وليدك في حلو عنده القلب. مر مرة تفرح به. حاولت نحصر الأحداث في قصة عائلة زيناتي كيفاش عاشت الأحداث. لأن بالنسبة لي متأكد من خلال وش قريت وش تعلمت من خلال السينما العالمية إنه مهما كان التاريخ. الخيال هو اللي يساعد باش تحكي التاريخ. يتضمن برنامج المهرجان 138 فيلما من 67 دولة، ويعرض في الافتتاح فيلم سيرنو للمخرج البريطاني جو رايت.